جس کو مانگا تو وہ سلا ہے تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے جام محبت زہر عاشقی ہے پوچھو نہ پوچھو نہ پوچھو نہ ہم ستائے ہوئے ہیں ستائے ہوئے ہیں ستائے وانتي بكفي لقعد تبكي عمور تافهه فهمتي؟ وقت اعمل لك بيت لإلك فيكي تعملي شو ما بدك ماشي بيتي انا؟ بيتنا هيك عم تخليني حس بالذنب اتفقنا انا وياها وين رح تاخد البطاقه؟ لا لا ابني ما بصير تعمل هيك وما رح نرضى انت قدمت لنا خدمه وبطاقه الجامعه والمكتبه رح تجي لعنا وتسلمني اياهن لإلي عم يعمل كل جهده مشان يأسس شركته الخاصة فيه هو مجنون لحتى يطلع برات البلد؟ بالنسبة لهالة ما فيها تعمل أي شيء بهالبيت لحتى تأخذ ابني معه انت شو مفكرة حالك؟ ها؟ شو مفكرة حالك؟ مفكرة رح تاخدي ابني مني؟ احكي! لا لا اكيد لا فيه من هذا الوهم طيارة الورق كل ما علت اكتر توقع على الارض اسرع انا ما عم بفهم عليك عن شو عم تحكي بالاخير رح تفهمي اكيد رح تفهمي لانه حتى المرة الطرشة بتفهم معنى كلمة طالق انت اكتر وحدة بتعرف إنه هالكلمة ما رح تطلع من تم حمزة انتي ليش كل مرة بتحطي حالك بنفس هذا الموقف؟ أنا عامل لك افهمي انتي ما فيكي تاخدي ابني لأنه حتى المرة الطرشة بتفهم شو معنى كلمة طالق هلا حمزة مفاجأة بيني لي إنك مبسوطة بشوفتي تعي لهون تعي تعي لنحكي تعي بسرعة يلا عندي مفاجأة إليك معي شغلة رح تخلي هالعيون الزعلانة تضحك من الفرح شو هالشغلة هي؟ شو فيها أنت؟ كيف يعني حمزة؟ ما فهمت رح نروح على لندن يعني رح نروح أنا وياكي لعند أبوكي لندن؟ لعند عمو نفيس مشان نشوفه نحن عن جد رح نروح على لندن ما عم صدق ايه صدقين بلا رح نروح على السفارة مشان الفيزا وراح أخذك على لندن هلا لوين؟ بدي روح خبر ستي إنه رح نروح أنا وياك نشوف أبي ما بتأخر راجع ستي ستي ليكي من الآخر ما فيني اسمح لك تاخدها وتتصرف بهالطريقة الغير مسؤولة نحن ربيناك وهلأ صرت رجال مو لحتى تتصرف هيك مع مرتك يا ابني ما تعمل هيك شو هالحكيات أنت غلطان كتير بابا أنا هلأ رايح على لندن وهيك هلأ بتقدر تشوف أبوها تشوف أبوها؟
ايه رح تشوفه. شو انت جنيت يعني؟ ابوه عايش باخر الدنيا، فكروا باي مكان قريب تروحوا عليه. هذا عايش بلندن، انت شو اخذك لهنيك؟ ما فهمت شو فيها يعني؟ هي رغبة هالة وانا بدي حقلها. خلصنا، قال رغبة هالة قال. بعدين لا انت ولا هي حكيتوا معي بهالسيرة. خلص يا ابني يا حمزة خليك رجال عيب. واذا كانت رغبة مرتك شو يعني؟ لا لا هالسفرة ما رح تصير. على كل حال انت ما فيك تضيع كل هالمبلغ الكبير مشان تحقق رغبة مرتك الست هالة. انت ما عم تفهم. بعدين لما البنت بتتزوج بيت حماها واهل جوزها هنن بيصيروا اهلها. بدك تسافر لاخر الدنيا وتحط كل هالمصاري لتشوف ابوها؟ بعدين اللي هي من امتى بتشتاق لاهلها؟ انت هيك عم تغلط بحق مرتي. طبيعي اي حدا بهالدنيا انه يشتاق لاهله مثل كل الناس. انا تعبت كتير لحتى جمعت هالمصاري ولازم اخذها لندن. شكراً لأنك درت بالك، وإلا كانت رح تصير مشكلة تانية. لا 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 ما في داعي، ما في داعي لهذا الشكر. لو حدا تاني كان موجود كان عمل هيك. أكيد لا، مو كل الناس بتساوي اللي عملته، وأنت كنت كتير شهم بالتصرف يلي عملته معي. سامين معاه حق، وأنت هاد تاني معروف بتعمله معنا. لا تحكي هيك، عن جد أنا ما عملت شي. وأنا لسه خجلانة من هذا الموقف يلي صار بالجامعة وحاسة إنه ما له داعي. لا لا أنا هلأ فكرت بكل شي صار وحسيت إنه كل يلي صار عادي، ولازم البنات يتصرفوا هيك ويكونوا قد حالهم وما يسمحوا لحدا يضايقهم. وبالحقيقة بعد هذا الموقف سامين كبرت بعيني، لهيك ما في داعي تعتذري أبدا. خلص بكفي حكي، شرب الشاي قبل ما يبرد وتفضل خد. بس لا خلص ما في داعي تقومي، أنا باخد لحالي لو سمحتي. عمي أنا بدي أقول لك هذا الخبر، أكيد أنت رح تنبسط وتفرح من شاني. خير أحكي شو القصة يا بنتي. بدنا نسافر على لندن أنا وحمزة لحتى أشوف أبي. خالي أنا كتير مبسوطة. شايفة هلأ وقتها؟ أنتي مالك شايفة إنه في عنا ضيف مثلا؟ أنا آسفة كتير يا جماعة، السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا هلا يا بنتي حبيبتي. هلا حمزة عم تسمعيني؟ كنت بعرف إنك رح تغمي لما تشوفيني فايت على بيتك، ولسه ما بتعرفي شو رح أعمل فيكي، ومع الأيام رح تشوفي شو بقدر ساوي. حمزة هلا. تعال شوف. هلا خير؟ شو صار لك؟ ما بعرف شو صار له، يمكن غميت لأنا رح تترك البيت. طيب كيف صار هيك؟ عمي شو صار له لهلا؟ كانت عم تقلنا قديش هي مبسوطة لأنا رايحة على لندن وفجأة وقعت. هلا ردي علي. هلأ بتفتح عيونها. شو عم تعملي؟ لا ترشي مي. هلا ردي علي. شيلها من هون يلا. رجاء اتصلوا بالدكتور. لوين رايح؟ بدي اطمن على هلا. يلي لازم يشوف هلا شافها. تفضل اقعد، في عنا ضيف. تفضل ارتاح. كنت عم صلي وهي اجت لعندي مثل العصفورة وكان مبين عليها كتير فرحانة. خلصت صلاتي بسرعة واجيت لأعرف شو القصة لأنه صار عندي فضول. حكيلي شو اللي صار. الحقيقة يا ستي لما وصلت قالوا لي إنه أغمي عليها ولهلأ ما بعرف شو السبب. يعني ما حدا بيصير معه هيك بدون سبب. خلص أنا بدي فوت شوفها. استني الدكتورة قالت نضل برا لبين ما تفحصها. أخ يا ربي ترحمنا يا ربي دخيلك. خير دكتورة؟
صحتها كتير منيحة، بس مرتك طلعت حامل. طلعت شو؟ ارجعي عيديلي، شو اللي قلتي يا بنتي؟ أنا ما سمعتك بالأول، يعني هي منيحة؟ ايه طبعاً منيحة، وهي حامل. الله يبشرك بالخير، ما في أحلى من هالخبر، شكراً كتير ستي. يا جماعة وينكم؟ متأكدة دكتور؟ تعالوا اسمعوا، في خبر كتير حلو، تعالوا بسرعة، تعالوا اسمعوا طبعاً الأخبار الحلوة. الحمد لله يا ربي، الحمد لله. فقتي يا قلبي؟ يا روحي انتي. هلا فقتي؟ انتي منيحة هلا؟ لا. خليكي مرتاحة. لا. ارتاحي. لا وينو؟ ليش قلقانة؟ خلص ارتاحي، الأمور كلها منيحة، لا تخافي. أنا غميت؟ خلص لا تحاكيها وخليها. ليك هالبنت المسكينة كيف رايح لون وشها بعد يلي صار؟ هنيك مع عمي كان قاعد حدا، كان في واحد ستي كان هنيك. ما بدي ما بدي يلحقني ستي. شو هالحكي يا قلبي؟ أكيد أنت شايفة كابوس مزعج. روقي يا روحي، انت اكيد كنتي عم تشوفي هالشي بمنامي. لا لا ستي كلامها صح، عمي كان عنده ضيف بس ما عرفته، لانه وقت شفت هالة على الارض ما انتبهت على شي تاني. يعني انا ما كنت عم اتخيل، انا ما كنت عم بحلم، هذا خرم خرم. اهدي هالة، لوين رايحة؟ شو صار؟ لا لا انا لازم روح من هون. هالة شو عم يصير معي؟ هي البنت أكيد شايفة كابوس مزعج، لهيك أنا رح ضل معها هون لحتى تروق. خلص يا بنتي اهدي. ارتاح. خلص أنا معك يا روحي. يا حبيبي ما بصير تقوم. اهدي يا روحي. يلا اهدي حبيبتي اهدي، بيصير هيك لما بتكوني بهي الحالة. اهدي. أي حالة ستي، أنا شو صار لي؟ ارتاحي هلا، اهدي وروقي بس. أنا آسفة يا جماعة. السلام عليكم. طيب كيف وقعي؟ عمي شو صار؟ هلا هلا هلا. أنا؟ إيه أنت. كنت مفكر إنه بكير على هالقصة، بس أنا كتير فرحان، مبسوط من قلبي، وكل العيلة فرحانة. أنتي مو مبسوطة؟ خير شو في هلا؟ يمكن أنا خايفة. من شو؟ أنا رح ضل معي. مبروك. فيكي تعملي شو ما بدك لما اشتري لك بيت إلي. لازم اشتري لك بيت لاني زوجي. انت اكثر وحده بتعرف انه هالكلمه ما رح تطلع من تم حمزه. انت ليش كل مره بتحطي حالك بنفس هذا الموقف؟ خدي هذا الدواء، نصيحه مني، حاولي تاخديها وتهدي حالك.
أنا مستحيل إهدى. ليش هيك؟ أنا بس خلصنا حاج تحكي حكي بلا طعمة، أحسن ما أقوم بهي اللحظة وأقطع لسانك. نلعي من وشي، نلعي. لبيتنا بصفته شو فات لهون؟ أكيد ما كان جاي فجأة، لأنه كانوا حاطين ضيافة. يعني هو رفيق سامين بالجامعة؟ لا لا لا، مستحيل هالحكي. خرم من زمان خلص دراسة، بس طريقة قعدته وكيف كان عم بيحكي مع الكل. يا الله، أنا مين بدي أسأل ولا مين بدي أحكي؟ لا 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 لا، ما فيني أقول لحدا. شو رح يصير هلأ؟ شو هالمصيبة هي؟ شكلها سعادتنا ما رح تكمل يا حمزة. هلا أنا كيف بدي أفرح؟ يا الله، سامين صار عنده صدمة نفسية. قالت لك شي يا ترى؟ لا، بس أنا أمه وبعرف، بلا ما تحكي بحس فيها. صوفيا، يعني هي أكيد ما بتألف من عندها. كمان هالطبيعي كتير إنه كل الناس يتزوجوا ويجيبوا أولاد. إيه أكيد معك حق، وبتعرف حتى انصدمت. حياتها هلا ماشية وما أحلاها، ولا كأنه في أي شيء. ايه طبعا، وان شاء الله سامين كمان حياتها رح تكون منيحة، ونحن كمان لازم نسعى لها. صوفيا شوفي، سامين عم تطلع من الحالة اللي كانت فيها، وهي الحالة كانت حابسة حالة فيها من زمان، واكيد رح يتحسن وضعها ورح تكمل دراستها. بعد ما تتزوج بتكمل دراستها؟ هلأ الزمن تغير، الأزواج بيدعموا نسوانهم مشان يكملوا دراسة. وشو مشان الحكي اللي عم نسمعه؟ إنه لسه الحموات بيخلوا الكنة كل الوقت بالمطبخ. وبلكي كان نصيبها منيح. طيب خلينا ننتظر شوي ليجي هذا النصيب. بس أنا بصراحة في شخص حاططه ببالي حالياً. مين هذا الشخص؟ سامين؟ شفتك هون واستغربت، مو لازم تكوني بالمحاضرة؟ لا، ما في محاضرة، التغيت من شوي. ماشي. طيب بقدر أقعد هون؟ تفضل. شكرا. كيف الوضع بالبيت؟ عادي، بس أنا استغربت من هالسؤال. قصدي على هي الصبية يلي غميت قدامنا. أنا آسف سامين، ما بعرف إذا كان لازم أسأل أو لا، بس كان الوضع كتير غريب. بذكر قلتيلي أنت وأهلك بالبيت وما في حدا تاني معكن. طيب خلص لا تتضايقي، أنا عن جد آسف، ما كان
قصدي زيد عليك اليوم، يبدو الأمور بالبيت ما نرايا. بس مستغرب لأنك ما قلتي لي من قبل على هي النقطة. سامين إذا هذا الكلام ضايقك هيك خلص انسيه. أنا ما فيني شوفك متضايقة بنوب. أنا آسف، خلص ما عاد ضايقك. خرم، في كتير عالم بيكونوا موجودين بحياتنا، بس يلي رح يبقى موجود فيها لازم يكون بيفهم علينا. وأنا بالنسبة إلي بهداك البيت بس في شخصين يلي هنن أهلي، والباقي ما بيهموني. إيه صح كلامك. أحياناً كتير منشعر بالوحدة، حتى لو كان في كتير ناس حوالينا. سامين، أنت إنسانة كتير منيحة. ما بعرف هلأ كتير عم فكر فيكي، وكمان شو؟ إيه سامين، وأمك وأبوكي كمان صاروا مهمين كتير بالنسبة لإلي. بصراحة هلأ إذا أنتم موافقين وبنتكم مبسوطة فأكيد أنا ما رح أقول شي. نحن موافقين وبنتنا موافقة، ونحن ما رح نلاقي أحسن من هذا الشاب. هلا؟ لك شبك كأنه شفتي شبح. عادي اشربي مي. خرم. خرم؟ ايه صدقني هالشاب كتير مناسب لبنتنا، هو وحيد ونحن صرنا منعرفه ومنعرف طبعه كمان، وفوق هيك حلاوة وشخصيته ظريفة ودارس ومتعلم ورح يتوظف قريبا كتير، وعنده طموح ومبين انه ذكي. ايه وسامين شو رأيه بهاي القصة؟ بعدين هو ما عنده بيت ونحن ما منعرف اي شي عن اهله. نحن فينا نعرف عائلته من طريقة تعامله معنا، وقصة البيت مو مشكلة، كل شي منملكه هو لسامين بالنهاية. ايه بس سامين موافقة؟ طيب قلي لي هو حكى بهاي القصة معه ولا لسه؟ لا لسه ما في حكي مباشر، انا رح تابع هاي القصة. انت بس اللي عاجبك الشاب؟ هلا قليلي لشوف. الحلوين اللي مثلك شو بيفكروا بس يتطلعوا على المراية؟ بيفكروا باللي مخبيه المستقبل. ليش قلقاني منه؟ هلأ صار عندك كل شيء. لنشوف لنشوف هلا، وأنا بدي نكون منيح. رح أحط لك أكل فورا. أنا بعرف
زعلانة لأنه ما رح نروح على لندن. طلعي فيني. أنتي وأنا وابننا اللي جاي رح نروح سوا على لندن. وبوعدك بهالشي. ولا ما توثقي فيني؟ تصویر من میں بس یار کی تسبیح پڑی تیرے پیار کی دل یہ میرا تیرے دل سے جا ملا ہے رب سے جس کو مانگا تو وہ سلا ہے تقدیر جب سے تجھ سے جڑی ہے جام محبت زہر عاشقی ہے عن جد عم تحكي امي؟ حتى ابوك استغرب مثلك بس بعدين وافق وافق؟ كيف يعني؟ امك شاطرة كتير بالاقناع بس هلا هالحكي هاد ممكن؟ لا يمكن هاد مستحيل نحن ما بنعرف عنه شي صح حكي؟ فينا نختبره بكذا قصة بنتي شو انتي نسيتي كيف ساعدك؟ هو عمل كل هذا معك يا بنتي حتى بدون ما يعرف انتي مين بتكوني بعدين فكري إذا كان رجال وحماكي بهي الطريقة هو أكيد رح يساعدك أنا حكيت لك كل شي بوضوح يا بنتي ونحن مو جابرينك على شي فكري على أقل من مهلك وأنا ما رح أمشي بالقصة من دون ما توافقي ماشي لو كانت غير بنت لكانت فهمت هذا الشي بسرعة وكانت رح تستغل حكي سامين مختلفة عن الباقية وأنا المهم عندي إنه بدي فوت على بيتها فكر خرام فكر بسبب مقنع بدي أعذر قوي شو بدي ساوي؟ شو بدي ساوي؟ آه خرام أهلين يا ابني كيفك؟ السلام عليكم وعليكم السلام ابني على فكرة هلأ كنت عم فكر فيك شو هالصدفة الغريبة هاي؟ السلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام تفضل ارتاح لا العفو مشان واجبك شكرا ليش هالحلو؟ هو لقى شغل حلو كتير ظريف بس انت ما قلت لي ما قال لي على التليفون كان حابب يجي ويخبرنا عنا بالبيت وانا قلت له مين ما بيحب يتحلى بهيك مناسبة خالتي بصراحة القصة انا ما عندي حدا احتفل معه غير انتو طبعا امي توفت وهي عم تستنى هذا النهار ومتضايق كتير إن مالها معي صدقني يا ابني الأم بتفرح بولادها أو بتحس بزعلهم حتى لو ما كانت موجودة أكيد هي هلأ بتكون مبسوطة وفرحانة كان عندي كتير أحلام بس المهم عندي حالياً فرصة شغل تمام لأرتاح شوي وفكر بكل حياتي ومستقبلي لا تقلى يا ابني بعد كل محنة أكيد في فرج إيه معك حق عمي وحاسس إنه هي الأيام منيحة وفي كتير خير ناطرني يعني أنا قصدي إني التقيت بناس مناح مثلكن بعد وفاة أمي مرقت علي أيام بدون ما أحكي مع أي حدا طالما لقيت شغل لازم تفكر بالزواج
بصير في عندك حدا تحكي معه، وبس يصير عندك أولاد بصير عندك عائلة حلوة يا ابني. لا يا خالتي، مين رح يعطي بنته لواحد مثلي؟ لأنه وضعي ما كتير مناسب. لا يا ابني، لا تفكر بهاي الطريقة. أنت شاب منيح ووضعك كويس كمان. طيب أنت شو رأيك إنه أنا دور لك على عروس ظريفة؟ عن جد خالتي؟ يعني أكيد طبعا، وهيك رح تكوني بمثابة أمي وأنا إلي الشرف. بس خالتي، هاي البنت لازم تكون متعلمة، وكمان ما في شيء، بس تكون بنت عائلة. سامين روحي جيبي الفواكه وأنا رح أعمل الشاي. ماشي أمي. أمي، نفس الشاب إجا من جديد. مين قصدك؟ العالم بتاخد كتير قصص بعين الاعتبار، بس بدهم يزوجوا بنتهم. يعني بصراحة بدهم أحسنوا من كل شيء، بس أنا ما أفكر بهاي الطريقة. يعني يا ابني، الطريقة اللي أنقذت فيها حياتها لسامين هذا أهم بكتير بالنسبة لإلنا، وأنا ما بيهمني وضعك، المهم تقدر تحميها. أنت شايف صحتي، وأكيد بيهمني لاقي عريس لبنتي بهاي المواصفات. نبلك وشهامتك مع بنتنا خلوك تكبر بعيوننا كتير، ولا تحكي هلأ. نحن ما عم نفرض عليك شي، بس أنت فتحت الموضوع. ما بعرف شو بدي أقول، أنتو خليتوني ما أعرف أحكي ولا كلمة. أنا فكرت طبعاً أني ما رح لاقي أحسن منكن، وهذا شرف كبير بالنسبة لإلي. أنتوا أعطيتوني معنى لحياتي. خير شوفي؟ شو القصة هلا؟ كأنه مبين عليكي متوترة كتير؟ لا. خير، تعالي قعدي على التخت. لا أنا منيحة عادي، منيحة. طيب ليش هيك وشك راح لونه وصار أصفر؟ خليني أجيب لك مي. هلا شبك كأنه شفتي شبح؟ عادي واشربي. ليش هيك متوترة؟ قلي لي انتي منيحة؟ شو شفتي برا؟ شفتي شي شبح؟ وبتذكر انها تحدتك خليكي تاكلي حلو بعد عرس بنتها. حبيبتي رومي، عن جد انا متذكرة منيح، بس الحلو هاد مو قد المقام. أنا بوعدك رح أجيب لك حلو غير شكل إن شاء الله. طيب مين هاد صوفيا؟ أنتي لازم تصبري شوي، وبعدين كلكن رح تتعرفوا عليه، ونحن ما رح نخبيه عن حدا. اتفقنا؟ مو كأنك صايرة لئيمة صوفيا؟ أكيد لا، كل عمري بعمل يلي بتشوفيه أنتي، وهلأ رح أتصرف مثل ما أنا بدي. بس لا تخافي، أنا ما رح أنزعلك سمعتك باعتباري كنت تلميذتك. لا تنسي بنوب إنه القطة بتقدر تعلم الأسد كل شي، بس ما رح يتعلم يطلع على الشجرة. يا أختي، طيب أنتي مين قالك إنه رح أساوي هيك شي؟ رومي يلا خدي تحلي. يسلم. Thank you.
يا جيهان، شو ما جبتي الحليب؟ شو بك لهلا؟ بدك حليب؟ شو القصة؟ شو نسيتي؟ قلت لك هلا بتشرب الشاي الصبح والمسا حليب، شو نسيتي هالشي؟ طيب إذا هلا بدها حليب تعمله لحالة، أنا شو دخلني بالقصة؟ عن جد هالحكي، إذا أنتي ما عملتي مين بده يعمله؟ شو نسياني حالك يعني؟ ما أنا كتير عملت لك هالقصص من قبل وأنتي حامل مشان تقوي وتتغذي منيح. برافو يا جيهان، برافو عليكي. السلام عليكم. أهلين يا ابني. خير أمي، صاير شي معك؟ إيه رئيس، أنت شاهد أنا خلال فترة حملة بحمزة قديش كنت ساعدها يا ابني. يلا حكي لها أنت، ما عم تتذكر هالشي؟ ماشي أمي، تعالي معي شوي، تعالي يلا. إيه صوفيا، شو كان في داعي تخبرينا هلأ؟ أنت أصلاً أخذتي القرار وجبتي الحلو كله، وهلأ عم تقليلي إنه جاي عريس لبنتك. خالتي، هو جاب الحلو لأنه لاقى شغل. منشكر الله. شو صار هلا؟ شوفي شو صاير لك هلا؟ ستي ما بعرف، هي ما أنا منيحة وعم ترجوف. طيب ليش هيك عم يصير معها؟ شو صاير ما بعرف، بس أكيد عينه صابتها. تعال خليني ادعي لها شوي، وهلأ هي أكيد رح تتحسن. بعدي شوي، ايه عدي هون. كيف الواحد بيقدر يجامل الناس إذا كانت عيلته مو مبسوطة أبداً؟ هني لا باركولنا ولا حتى دعولنا بالتوفيق. خليكي خالتي، إذا خلصتي دعائك ممكن هلأ نكمل حديثنا لو سمحتي. خلصتي أمي؟ طيب تفضلي كملي هلأ، احكي لنا عن هذا العريس اللي جايبينه. ايه ايه طبعا، هو العريس ظريف كتير. ايه طيب، هو ابن مين؟ يعني مين بيكونوا أهله؟ ايه يا اخي، ابوه بيكون واحد من رفقاتي. اكيد عمي عم يحكي عن حدا تاني، لانه ابوه لخرم مات من لما كان صغير. بصراحة هلا اذا انتم موافقين وبنتكم مبسوطة فاكيد انا ما رح اقول شي. نحن موافقين وبنتنا موافقة، ونحن ما رح نلاقي احسن من هذا الشاب. ايه طولي بالك، شو هالحكي؟ أول شي أنا بدي شوفه، إذا كان هالشاب اللي متقدم منيح وابن حلال ومناسب لحفيدتي ما رح يكون عنا مشكلة، وإذا غير هيك لا. شو يا جيهان؟ نعم. جايبة هالإبريق لتتفرجي عليه؟ صبي العصير لشوفه، ضيفي لي الكل وضيفي لي هالة بالأول. خالتي الشاب كتير منيح وانتي رح تحبيه كمان. ايه ماشي منشوف. تفضلي. ستي طعمته مو طيبة ابدا. عادي خلص لا تشربي، بس قوليلي شو جاي على بالك؟ اي عصير بتحبي؟ ما في داعي، رح اقول لحمزة يجيب لك عصير معه. ايه لا لا يا بنتي، انتي ما بيصير تشربي عصير معلب لانه هالعصير هاد فيه مواد ضاره. اكيد لا. شو يا جيهان؟ طيب انا ما طلبت منك من الصبح شويه بردقان تعصريهم وتجيبي معهم كمان شويه رمان؟ ليش ما حضرتيهم وجبتيهم؟ مرت ابنك تاكل منهم لانها تعبانه. وقامت ما كانت تعبانه. طيب منشان هذا العريس عزموه هو واهله وخلوهم يجوا لهون منشان نتعرف عليهم. شو هاد كله؟
انت عم تعصري الفواكه؟ شو القصة وشو اللي تغير هيك فجأة لحتى عم تعصري الفواكه؟ انت سامحتي مرت ابنك؟